تحياتي لكل الساده المشاهدين، واهلا بكم وحلقه جديده من برنامجكم جناتي. النهارده هنتكلم عن موضوع ممكن بيربك سيدات كتير وبيحصل خوف ورعب من الكلمه نفسها. الكلمه ايه هي؟ هو استئصال الرحم. يا استئصال الرحم كلمة كبيرة جدا، كلمة فزاعة لكل سيدة بتسمعنا دلوقتي أو بتسمعها من الدكتور. طبعا بيكون ليها أسباب كتير، أكيد في مشاكل كتيرة في الرحم، بيبقى الأسباب دي حتى هي ما بتبقاش عارفاها وبتلجأ إلى الطبيب، بتلجأ ليه وتسأله إيه الأسباب اللي بتخليني أوصل لكلمة استئصال الرحم، وإيه هي استئصال الرحم، والجراحات اللي لازم أعملها عشان أعمل استئصال الرحم، طيب وأيهما أفضل؟ هل جراحة المنظار أو استئصال الرحم بالمنظار دي سهلة؟ طب ما أكيد ليها مضاعفاتها، مضاعفاتها إيه؟ كل الأسئلة دي اللي سيدات بيسألوها دلوقتي هيجاوب عليها ضيفنا اللي منورنا النهارده في الاستوديو، وهو اسم كبير في عالم الطب، هو دكتور محمد حسني أخصائي الحقن المجهري وأطفال الأنابيب، استشاري جراحة المناظير، عضو الجمعية الأوروبية للإخصاب المساعد، وعضو الجمعية الأوروبية للتدخل الجراحي الدقيق، وأخصائي الجودة من الجامعة الأمريكية. أهلا بيك يا دكتور. دكتور عايزين نعرف أول حاجة إيه الأسباب اللي بتخلي السيدة تلجأ لاستئصال الرحم؟ باستئصال الرحم بنقسمه حسب عمر السيدة، هو وجود أورام حميدة لا تستجيب للعلاج بعد سن 40 سنة، أو وجود خلل هرموني أدى إلى نزيف للرحم ولا يستجيب للعلاج لفترة أكتر من 6 شهور بعد سن 40 سنة برضو، أو وجود أورام ليست حميدة بغض النظر عن عمر السيدة سواء أقل من 40 سنة أو أكتر من 40 سنة. طيب لو نتكلم على الأسباب الحميدة اللي موجودة في الرحم اللي هي بتبقى بعد سن 40 سنة، الأشهر سبب هو وجود الأورام الليفية. طيب لو السيدة دي عندها طفل واحد بس وعندها كذا ورم ليفي وعندها نزيف وبندي العلاج ومفيش استجابة وحجم الأورام الليفية كبير أو العدد كتير، حالة زي دي بنحاول ان احنا نشيل الاورام الليفية على امل ان السيدة ممكن يحصل لها حمل مرة بعد سن 40 سنة، وبنتجنب شيل الرحم. طب لو السيدة اكتملت كمية الاسرة عندها طفلين او ثلاثة او اربعة وعندها اورام ليفية وعمل لها مشاكل زي نزيف او الام في الحوض ومش عارفة تتكيف مع الوضع اللي هي فيه، فطبعا ده بنشيل الرحم. في اسباب تانية اللي هو سمك في بطانة الرحم. السمك ده بينتج عن زيادة في هرمون الاستروجين بعد سن 40 سنة. طيب هرمون الاستروجين عارفين المصدر الاساسي بتاعه المبيض. بناخد عينة من الرحم وبنعرف نوع السمك بتاع بطانة الرحم ده، لان في كذا نوع، في نوع بيبقى علاج وفي نوع لا، وفي نوع بيبقى مقدمات لاورام مش حميدة بعد كده. فبناخد عينة من الرحم وبعد كده بنشوف النوع بتاعه، بنحدد نمشي بالعلاج او بالاستئصال الرحم. طيب بعد سن 50 سنة الوضع بيختلف شوية، ان هو معظم الخلل الهرموني ده بيبقى هرمون الاستروجين جاي من بره المبيض، لان السيدة وصلت تقريبا لسن اليأس، فبتبقى الاستجابة للعلاج بتبقى مش قوية، فبتبقى في الغالب الحالات اللي زي دي بنعمل لها استئصال الرحم. يعني استئصال الرحم بيبقى نسبته اعلى بعد الخمسين. بعد سن الخمسين. طيب ازاي بيتم اجراء عملية استئصال الرحم؟ هو طبعا عشان نعرف النقطة بس، ان الرحم ده مش موجود لوحده في الحوض، والرحم ده بيبقى عبارة عن اجزاء، بتبقى يعني مش هو رحم بس، لا الرحم ده عبارة عن رحم وفي عنق، في جزء منه اللي هو عنق الرحم اللي هو موجود في المهبل من بره، وفي كمان الانابيب وفي المبايض. طيب احنا برضو حسب عمر السيدة اللي احنا هنعمل لها العملية. لو السيدة دي في سن الاربعينات اللي هو من 40 لـ45 سنة، انا بشيل الرحم والانابيب وعنق الرحم وبسيب المبايض، المبيض او اتنين ما بشيلهمش. ليه؟ لان لو شلت المبيض للسيدة دي بتخش في سن يأس، مجرد انا شلت المبيض شلت الهرمونز اللي مخلي السيدة ما عندهاش مشاكل كتير زي هشاشة العظام وامراض القلب والحاجات اللي بتبقى موجوده ان السيده بتتجنبها عن طريق الهرمونات اللي خارجه من المبيض. طيب لو السيده فوق سن ال 45 سنه او فوق ال 50 سنه، او سيده حتى 41 او 42 بس وصلت لسن الياس،
بنشين الرحم والانابيب بتاعته والمبايض وعنق الرحم. طب ولو قبل كده بقى يا دكتور، يعني قبل الـ40 مثلا وصلت ل37 39 نفس القصه بنعملها سن زي سن الـ40 بالظبط، برضو حضرتك بتشيل الرحم كله ما عدا المبايض. طيب هو في نقطه برضو عايز اقولها، كنا زمان بنسيب عنق الرحم عشان يعني ما يحصلش مشاكل جراحيه على المدى البعيد، لان عنق الرحم ده هو ليه دور، بيبقى مرتبط باربطه، الاربطه دي بتخلي الرحم جوه في البطن ما بينزلش تحت. فلما كانت العمليه بتتعمل وبنشيل عنق الرحم، ففي سيدات كتير بيحصل لهم نوع من انواع السقوط في المهبل، فكنا بنستعيد عن حاجه زي دي وبنسيب عنق الرحم. بقى ظهر مشاكل كتير في عنق الرحم، اورام بتظهر عن بعد فتره، بعد سنه 12 15، وتلاقي الاورام بدات تظهر، واورام في الغالب ما بتبقاش حامده في عنق الرحم. فالدراسات الجديده قالت لما حضرتك تيجي تشيل الرحم، شيل الرحم بالعنق بتاعه، وبنتاخد اجراء معين ساعه الجراحه، سواء جراحه فجر في البطن او المنظار، عشان نتجنب السقوط اللي ممكن يحدث للمهبل بعد العمليه. طب وايه انواع الجراحه اللي حضرتك بتجريها او اي طبيب بيعملها لاستئصال الرحم؟ هما نوعين. الجراحه العاديه اللي هي بتبقى عن طريق فتح البطن اللي هو مكان القيصريه، وفي الجراحه الحديثه اللي هو الجراحه بالمنظار، وفي اللي هو استئصال الرحم من المهبل. كل نوع من الثلاثه ليه مزاياه وليه عيوبه. بس لو اتكلمنا عن استئصال الرحم بالتدريج، افضل اللي احنا نستأصل الرحم من المهبل، يليه الجراحة بالمنظار، يليه الجراحة بالجراحة اللي هو فتح البطن. يعني اللي هو فتح البطن، فتح البطن ده اخر حاجة، اخر حاجة حضرتك بتلجأ ليها. وما يستحبش، انا تقريبا ما عدتش بعمل جراحة تماما تقريبا. استئصال الرحم من المهبل يشترط ظروف معينه، ان الرحم يكون حجمه صغير شويه، ما يكونش كبير عشان يطلع، يكون الرحم فيه شويه فيه سقوط مهبلي، وان كان في دلوقتي ممكن نعمله حتى على الرحم ما يكونش فيه سقوط مهبلي. الجراحه بالمنظار الى حد ما بتبقى اسهل للطبيب واسهل للعينه. بتبقى جراحة بتتم عن طريق 3 فتحات في البطن، كل فتحة أقل من سنتي. بنخش الميزة في استئصال الرحم بالمنظار، اللي هو حتى لو في وجود التصاقات في الحوض والرحم ملتصق بأي حاجة، احنا سهل جدا ان احنا نسلك الرحم من الالتصاقات دي وبعد كده نشيله. دي مش موجودة باستئصال الرحم المهبل، دي مش متاحه، مش بتبقى متاحة. صعبه جدا، مش متاحه، لان حضرتك انا مش شايف الرحم في البطن شكله عامل ازاي. انا بشيله من تحت وبيقع في ايدي. فحضرتك لو الرحم ده ملتصق بحاجه من جوه مش هعرف اشيلها. فالميزه في استئصال الرحم بالمنظار اللي انا بخش بشوف الرحم اخباره ايه، علاقته بالاعضاء اللي حواليه، بالقولون، بالمثانه، بجدار الحوض من الجوانب، وبعد كده ببدا باجراء الاستئصال. العملية استئصال الرحم بالمنظار فيه ميزة، اللي هو مفيش ألم بعد العملية، السيدة بتمارس حياتها طبيعية بعدها بيومين أو 3، مفيش جرح، فمفيش علاج بعد العملية، علاج بسيط جدا، مفيش الجرح القيصرية اللي موجود، فممكن يحصل التهابات في الجرح، يحصل مشكلة. النقطة اللي قلت حضرتك عليها، اللي انا بعمل شيء معين في استئصال الرحم عشان اتجنب اللي يحصل سقوط المهبل، ده بيتم بسهولة مع المنظار، اللي هو الرباط اللي بيبقى ماسك عنق الرحم حضرتك، واحنا اثناء الخياطة بتاعة الجزء اللي احنا مفتوح في الاخر اللي احنا بننزل منه الرحم ده بنثبته فيه، فبحيث اللي هو ما بيحصلش ايه سقوط في النار. طب وانت حضرتك بتلجأ لعملية ان انت تفتح القيصرية عشان تشيل الرحم؟ مفيش مانع، الا اذا في حاجة واحدة بس، الا اذا كان الرحم حجمه كبير جدا ما ينفعش وفوق السرة. ده الحاجة الوحيدة اللي انا وان كان ممكن اعملها، بس هتبقى متعبة وهتبقى الرحم مش هينفع ينزل من فتحة المهبل من تحت اثناء استئصال الرحم بالمنظار. طيب وايه الفحوصات اللي حضرتك بتطلبها من السيدة تعملها، اللي هي بتحدد لحضرتك نوع العملية او العملية الافضل للسيدة في استئصال الرحم؟
مفيش حاجه معينه، مفيش فحص معين او في حاجه معينه تقول لي انا اعمل دي جراحه او اعمل دي منظار، مفيش فرق بين دي او من دي. الحاجه الوحيده اللي ممكن تخلي توجهني من المنظار للجراحه الحجم الرحم. لو الرحم حجمه كبير ومعدي السره وحجمه كبير ووزنه كبير، ساعتها بيبقى مش مستحيل استئصاله بالمنظار، بس هيبقى متعب ومش هيبقى سهل خروجه من البطن، فبتبقى الموضوع ما بيبقاش سهل، فساعتها بنلجأ للجراحه. لكن سيده عندها القلب، سيده عندها السكر، سيده وزنها زياده، الحاجات دي كلها تخليني اعمله بالمنظار ما اعملولوش جراحه. النقطه الثانيه، يعني في بعض الامراض البسيطه اللي ممكن تخليني اتجنب المنظار. اذا اي واحده سيده عندها مشكله في صدرها، عندها مشكله دكتور البطنه بيعمل لها الكشف التجهيزي قبل العمليه، يقولي لا هي مش هتستحمل الضغط بتاع الغاز اثناء المنظار، لان حضرتك واحنا شغالين بالمنظار زي اي منظار عادي بننفخ البطن بالغاز، فالنفخه دي بتضغط على الحجاب الحاجز، فلو السيده فيها مشكله في صدرها ممكن ما تستحملش. فده الحاجات البسيطة، ودي برضو حاجات لا تذكر لان حاجة الحاجات دي مش موجودة الا في السن الكبير جدا. ويعني بنحاول نمشي بالحالات دي بالعلاج افضل من العمليات. طب اي سيدة دلوقتي هتسأل حضرتك، انا لو عملت العملية دي بالمنظار بعد قد ايه هتحرك واتعامل مع الحياة؟ اربع ساعات بعد المنظار؟ ايوه خالص؟ جرح. ما في ثلاث فتحات حضرتك قلت عليهم. لا حضرتك وانت بتشتغلي في المطبخ وتعورت بالسكينة هتقعدي في السرير؟ لا طبعا. هي نفس القصة. الدرجة دي في فتحه في الجنب اليمين وفتحه في الجنب الشمال نص سنتي حقيقة، في بعض المراكز بتسيبها مفتوحه لان بتلم لوحدها. وفتحه بجانب الصوره، فتحه بجانب الصوره دي اللي بيخش فيها العدسه دي قطرها سنتي. ما اعتقدش اللي تلات جروح في البطن نص ونص وسنتي يعاقل حياه البني ادم. يعني بعد اربع ساعات حضرتك بتقولها اتفضلي مارسي حياتك الطبيعيه عادي واشربي عادي، يعني ما فيش جروح ما فيش. انا هديكي مثل لسيده كنت عامل لها استئصال رحم في رمضان اللي فات ده اللي قبله بالمنظار. كان رمضان كان يوم اثنين وهي صممت تعمل عمليه قبل رمضان، فقلت لها انا ليا شرط. قالت لي اتفضل. قلت لها انا هعمل لك العمليه يوم السبت ورمضان يوم الاثنين، تصوم يوم الاثنين من يوم اول يوم. قالت لو قدرت. قلت لها هتقدر. هي صمت من يوم الثلاث مفيش اي حاجه. لا خالص. طيب ولو عملت العمليه عن طريق المهبل دي برضو بتتحرك؟ بتتحرك. يعني المهبل هو الافضل طبعا. الافضل. طبعا. طيب طبعا الجراحه طبعا حضرتك بتبقى بفتح البطن بقى دي كبيره قوي. حضرتك الجراحه خلاص يعني تقريبا الجراحه يعني ما يعني هو الجراحه يعني تقريبا ما يعني ما عدتش بشتغل استئصال رحم بالجراحه، لان الجراحه جراحه عمليه بتاخد وقت وبتاخد مجهود وبتاخد مجهود مني وبتاخد مجهود من العيانه. حضرتك في جراحه، انت حضرتك عملت عمليه زي مثلا واحده عامله قيصري، حضرتك شوف الجرح بتاع القيصري عامله ازاي. حضرتك لو تشوف الفرق بين العيان اللي عامل الجراحه والعيان اللي عامل المنظار، يعني حضرتك لو هتدفع الوفات مقابل الراحه دي طبعا. ده اكيد. طب ناخد فاصل يا دكتور ونرجع نكمل مع حضرتك. اتفضل. خلينا ناخد فاصل ونرجع نكمل مع دكتور محمد حسني. الخدمات التي يقدمها المركز: أطفال الأنابيب والحقن المجهرية، تحديد نوع جنس الجنين، جراحة المناظير، تصليح العيوب الخلقية للرحم عن طريق منظار الرحم، استئصال الأورام الليفية عن طريق المنظار، استئصال الرحم بالمنظار، أشعة ثلاثية ورباعية الأبعاد. مركز جنتي، أفضل رعاية ليك ولطفلك. مع مركز جنتي مبروك بقيت أم. ورجعنا لكم بعد الفصل ولسه مكملين مع دكتور محمد حسني. كنا نسال لحضرتك يا دكتور السيده امتى تتحرك بعد كل عمليه، وحضرتك قلت اسهلهم المهبل وبعد دي المنظار اللي هو بعديه اربع ساعات السيده بتمارس حياتها طبيعيه عادي. وطبعا القيصري هي كلنا عارفين اي حد عمل ولاده عارف بيبقى عارف. طبعا. طيب هل جراحه استئصال الرحم ايه مضاعفاتها اللي بعد يعني الست بتشوفها بعد ما بتعمل استئصال رحم؟ هنتكلم عن الجراحة العادية وهنتكلم عن جراحة المنظار. جراحة المنظار ما فيش مضاعفات للسيدة بتحصل،
الا اللي هي المضاعفات العاديه اللي بتحصل لاي عمليه، ومش هنتكلم على ان دي بتبقى مشاكل في اي عمليه في الدنيا، يعني ما لهاش دعوه بالرحم، لها علاقه باي عمليه بتتعمل. الالم، مفيش الم بعد العمليه. الدم بيبقى يكاد يكون مفيش خالص بعد العمليه او اثناء العمليه كمان. لان حضرتك دلوقتي الاجهزه اللي احنا بنستخدمها في استئصال الرحم ما بيبقاش فيه غرز، ما بيبقاش فيه خيوط، بتبقى عباره عن اجهزه بت بت بتسلك الرحم من مكانه، فبسهل جدا التحكم في الدم اثناء العمليات دي. لو اتكلمنا على الجراحه، المشاكل اللي كنت موجوده طبعا الالم اللي بيبقى موجود، الصداع اللي بيبقى موجود بعد العمليه، فقدان الدم اثناء العمليه ممكن يعمل شويه انيميا مع الجراحه، فالحاجات دي ممكن تاثر. العيانه ما بتستنى فتره طويله لحد ما بتمارس حياتها الطبيعيه، ده في الجراحه. الالتهابات اللي ممكن تحصل مع الجرح، لان في جرح موجود طوله تقريبا من 10 ل 15 سنتي، ده طبعا بيؤثر عليها، ممكن يحصل في التهابات، ممكن يحصل في، ممكن الجرح ما يلمش، خصوصا السيدات اللي بيبقوا فوق سن ال 40 سنه ما بيبقوش زي الشباب اللي موجودين بسرعه. بسرعه طبعا، سرعه ان التئام الجرح بتبقى اقل شويه. المنظار ما فيش فيه جرح اساسا، يعني هو حضرتك زي ما قلت لك احنا في بعض المراكز في اوروبا ما بتعملش خياطه، يعني في لازق معين بيتحط عليه وبينساب. الميزه في المنظار اللي هو حضرتك، احنا زي ما قلت لحضرتك ان احنا ممكن لو في التصاقات في الرحم سهل بالمنظار اكتر من الجراحه. اخر حاله استئصال رحم بالمنظار عاملها من حوالي 5 ايام، كانت والده 3 مرات قيصري. انا داخل بالمنظار لقيت الرحم لازق في جدار البطن. دي السيده دي لو كانت عملت جراحه كانت الجراحه هتنفتح كده وهنلاقي الرحم لازق في جدار البطن، مش هينفع يتشال، لانه عشان حضرتك تشيل الرحم لازم وانت بتشيليه تطلعيه بره البطن وتشيليه، نقعد بقى نسلك ونقعد نقطع في الحاجات اللي هو مرتبط بيها. فحضرتك دلوقتي لازق في جدار، انت هتطلعيه منين بقى؟ مش هتقدري تطلعيه بالمنظار. انا قبل ما تشتاله بنسلكه من جدار البطن، لان انا شايف الرحم من فوق بعيد عنه، الكاميرا عند السره والرحم تحت، فانا بشوف الرحم من فوق اكنك شايفاه كده، فانت بتتصرفي فيه زي ما انت عايزه. غير لما افتح، غير ما تفتح انت بتبقي شايفاه كده، فلو مش واضح قدامك مش هتشوفيه. مع ان انا كنت متوقعه ان عمليه الجراحه دي حضرتك بتبقى استكشافيه اكبر او واضحه، عشان اشوف اوضح هضطر افتح الجرح اكتر. لكن في المنظار انا الكاميرا بتاعتي مورياني تجويف البطن كله من اول الجنب ده للجنب ده، مش محتاج حد يوسع لي بايده او حد يشيل اي اله عشان يوسع لي او يرجع لي القولون ورا، انا كده كده شايف كل حاجه قدامي. كاميرا قطرها سنتي بتوريني الدنيا زي بالظبط الكاميرا بتاعتنا اللي هي كاميرا التصويرات اللي بتاعت الاستوديو، بتبقى حاجه كده ومورياكي الفيلم كله، مساحه كبيره. فما فيش، ما بقاش محتاج، خصوصا كمان في نوع من انواع العدسات بتبقى الزاويه بتاعتها 30 مللي، فبتبقى بتشوف بالجنب كده، فحضرتك ممكن تشوف بقى كانك رايحه جايبها كده، تشوف اي زاويه بسهوله غير ما تكون العدسه بتاعتها زيرو، ما تبقاش شايفه اللي قدامها بس. فالحاجات دي كلها بتديلك سهوله في الـ 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 الوصول لاجزاء ما بتعرف مستحيل توصل لها بجراحه. لو السيده تخينه ووزنها زياده، دي بالنسبه للجراحه كارثه طبعا، هتلاقي كل حاجه عندها التصاقات كلها. لا، وغير كده كمان حجم البطن بيبقى كبير، فحضرتك انت بتشيلي عضو في وسط كميه دهون صعبه. في المنظار لا، المنظار حضرتك احنا بننفخ البطن اصلا، والعينه بترجع بزاويه 45 درجه تقريبا، فبيرجع كل حاجه والرحم بيبقى لوحده نتصرف زي ما احنا عايزين. فزي ما قلت لحضرتك المنظار اسهل، يعني حتى حضرتك من ضمن المزايا اللي كانت موجوده في المراجع، المنظار بيديكي رؤيه افضل من الجراحه. طيب اي سيده دلوقتي هتقول لك طيب في طريقه او في وسيله اتجنب بيها استئصال الرحم؟ هو ما فيش وسيله معينه تخلينا اتجنب استئصال الرحم، بس في التشخيص المبكر لبعض بعض الامراض او بعض الاشياء اللي بتظهر في الرحم. التشخيص المبكر لها يدي فرصه للعلاج اكتر
من الجراحه. يعني مثلا حصل لحضرتك سيلة نزيف، تاخد علاج لمده شهر او اتنين، او تكشف بسرعه، اكتشف حست بالم تكشف بسرعه، كتب لها علاج لمده 3 شهور، يبقى هما 3 شهور مش شهرين. فهي بس الاكتشاف المبكر بيدي مجال للعلاج. طيب اخر سؤال يا دكتور، هل في بدائل عمليه استئصال الرحم؟ طبعا، اللي هو استئصال البطانه الرحم من الداخل بالمنظار الرحمي، ودي بتبقى في حالات معينه ان الرحم ما يكونش فيه عليه اورام ليفيه ويكون حجمه صغير. بيتم العمليه بمنظار رحمي عادي خالص، بنخش جوه الجدار اللي بنخش جوه تجويف الرحم، وبنشيل الطبقه اللي مسؤوله عن تكوين بطانه الرحم. بعد كده بيحصل التصاقات في المكان ده، فالسيده ما عادش تشتكي من اي نزيف بعد كده. ودي اخر نصيحه حضرتك بتوجهها للسيدات اللي هو حسب الحاله اللي بتبقى موجوده، يعني كل حاله لها ظروفها. في حاله بقول لها كذا، وفي حاله بقول لها كذا. طبعا الجراحه دي انا بستبعدها تماما يعني. وحضرتك بتشجع ان اي سيده لازم بتلجا برضو، نرجع نقول ان هي لازم تختار المركز اللي فيه وسائل راحه ليها طبعاً. وسائل اجهزه او احدث اجهزه موجوده. طبعا الاجهزه هي اللي بتساعد، اما الاجهزه دي هو الاساس في استئصال الرحم بالمنظار، الاجهزه اللي نشتغل بيها. مش اي مكان في منظار نشتغل فيه استئصال الرحم بالمنظار طبعا، لا طبعا مستحيل طبعا. طيب حضرتك اجهزه معينه، حضرتك بتقول للسيده اللي هي جايه لك تعمل استئصال الرحم، في حاجات لازم تعملها الاول قبل ما تيجي لحضرتك؟ طبعا، في اللي هو الفحوصات العاديه اللي بتتعمل، اللي هي صوره الدم، وظائف الكلى، وظائف الكبد، اشعه تكون كويسه عشان تحدد لي حجم الرحم قد ايه. الفحوصات العاديه لاي عمليه، ما فيش حاجه مميزه لعمليه استئصال الرحم. طيب بنشكر حضرتك يا دكتور، شكرا ليك، منورنا. دكتور محمد حسني، اسم كبير في عالم الطب، اخصائي الحقن المجهري واطفال الانابيب، استشاري جراحه المناظير، وعضو الجمعيه الاوروبيه للاخصاب المساعد، وعضو الجمعيه الاوروبيه للتدخل الجراحي الدقيق، واخصائي الجوده من الجامعه الامريكيه. شكرا ليك يا دكتور، منورني. وعايزه اقول ان انت لازم ترجعي وتدوري مره واثنين قبل ما تعملي اي جراحه، لازم تثقي في الدكتور، ولازم تثقي في المركز، ولازم المركز يكون عنده ثقه كبيره جدا وعنده احدث الاجهزه. ويا رب اشوفكم على الف خير، وانتظرونا في برنامج جنتي.